يما جزائر يما على سلامتكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل الناس، بكل احبه، بكل متابعي الجزائريين اللي يتابعوا فينا عبر هذه القناه، قناه الحياه الجزائريه. وما الحياه ان شاء الله ستبهى الحياه وسنعيد يعني الايام الجميله وسنرى يعني الافراح الجزائريه يعني اليوم خاصه في النهائي. دونك مشاهدينا الكرام راح نكون معكم يعني طيله ساعتين متكاملتين في بث مباشر للبرنامج هذا، برنامج مربوح على الخضراء. يكون معنا باقه متنوعه من الحضور، واكيد وطبعا ما راحش نكون وحدي في تقديم هذا البرنامج، راح يكون معايا زميل وصديق امين زيري. مرحبا بك أمين. شكرا صفوان، ومربوح ان شاء الله باذن الله. يا جزائر مساء الخير لكل المشاهدين، مرحبا بكل من يرفع الدعوات في هذه اللحظات للمنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كاس العرب فيفا قطر 2021. اهلا بكم في هذا البث المباشر على قناه الحياه الجزائريه، ارقامنا الهاتفيه في خدمه كل من يريد تشجيع الفريق الوطني الجزائري، واكيد مع ضيوفنا اليوم راح تكون مربوحه الجزائر. اكيد طبعا، وحنا نقول للمشاهدين الكرام اللي يشاهدوا فينا عبر هذه القناه، قناه كل الجزائريين، قناه كل عائلات الجزائريه، نقول لهم بلي يمكنهم التواصل معنا في هذا البث المباشر، يعني مع باقه متنوعه من الضيوف راح يكونوا معنا، وحيكون معنا عده مفاجات، يعني خاصه راح يكونوا معنا ثاني يعني شخصيات يعني متميزه راح يكونوا معنا عبر سكايب، باسكو ما راهمش معنا يعني دوماج في الجزائر. دونك حبيت نذكر فقط لكل المشاهدين وكل الاحبه اللي حبوا يتواصلوا معنا ويدردشوا معنا في هذا البث المباشر، ونروح نمد لهم يعني الرقم اللي راهو في اسفل الشاشه 0561 32 32 82. دونك تقدروا تواصلوا معنا، تكلموا معنا، تكلموا مع يعني الضيوف اللي راهم متواجدين معنا طبعا. دونك على يميني راح يكون معايا يعني امين تيتي، في كل فرح جزائري راح يكون حاضر معنا الفنان امين تيتي. مرحبا بك. ربي يحفظك خويا صفيان، شكرا صفوان، الاخ امين زيري، الاخ ياس على يميني، شكرا على الاستضافه، وان شاء الله مربوحه الفريق الوطني. مربوحه باذن الله، مربوحه باذن الله ان شاء الله. اكيد راح يكون معنا وسي اللاعب السابق، خليك تقدمه. اللاعب السابق الياس بكريا، الذي طالما صنع يعني الحدث في كل يعني الفرق الجزائريه، فريق على غرار فريق يعني بالوزداد اللي دا شامبيون يعني العام اللي فات، تحيه لهم، فريق يعني وفاق ستيف ايضا. دونك لياس بكريا الريير غوش يا خويا، اللي مد لي زاسيت بزاف. مرحبا بك لياس، صافا؟ شكرا صفوان، الحمد لله يا ربي. يا خويا انت نورمال راح تكون يعني في برنامج رياضي، احنا حبينا نجيبوك يعني مع لي زارتيست نشوفوا، باسكو توجور نشوفوا لياس بكريا داك لو لياس لو ديسيبليني، توجور سيريو، توجور يكون صامت ساكت. دونك نقول لك مرحبا بك. لا مليحه صفيان، افون الماتش باش نحوا شويه ستريس هذاك، كما يقول واحد سي لومبيونس جور سبيسيال بور لي زالجيريان كامل، سيرتو اللي يحبوا ليكيب ناسيونال. ان شاء الله كما قلت انت مربوح، ان شاء الله تكون مربوح اليوم ونجوزوا سويعه كما يقولوا ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي، كما كان عرس في قطر راح يكون عرس اليوم في الجزائر بفوز المنتخب الوطني الجزائري على الشقيقه تونس. ان شاء الله مربوحه امين تيتي، اسمك مرتبط بالفريق الوطني الجزائري، كي نقولوا مربوحه يا خضره ونقولوا امين تيتي. ان شاء الله يا ربي، احنا كما يقولوا نتفائلوا خير، وان شاء الله نكونوا فعل خير على الفريق الوطني كل موسم. وش نقولوا باللي ان شاء الله يفرحونا. بالطبع كاين ستريس على كل حال لاي مواطن جزائري ولا هنا ولا داخل ولا خارج طرف الوطن، حنا نتفائلوا خير وان شاء الله فيها خير. والحاجه الجميله في هذا تسمى في هذا النهائي اللي ما بين الشقيقين مع الشقيق الجزائري الفريق الشقيق التونسي، اللي راح يربح ان شاء الله راح يرفع العلم الفلسطيني باذن الله. اكيد طبعا، والعالم والرايه الفلسطينيه دائما حاضره في قلوب الجزائريين، والقضيه الفلسطينيه دائما يعني متوارثه عبر الاجيال مع الجزائريين، واحنا يعني كجزائريين نفتخر يعني بجزائريتنا، ونفتخر طبعا بالقضيه الفلسطينيه والرايه الفلسطينيه كما كنتم تشوفوا حاضره في بلاطو مربوحه يا الجزائر. دوماج ما راناش في قطر، مي قلوبنا راهم في قطر. دونك واش رايكم اليوم النهائي، نصر قرطاج الجيران خاوتنا، كيفاش حيكون النهائي؟ الستريس ديجا عشناه من المباراه تاع مصر وبعد مباراه تاع المغرب، واليوم كما يقولوا النهائي هو خاصه حنا اللي نحن اشقاء توسين نعرفوهم يعرفونا وعزاز علينا ونحبوهم، صدير حيكون قبل كلش قبل من الكره حيكون عرس اخوي قبل من كره القدم. هذا الشيء راح كما يقولوا يجمعنا حنا والعرب كامل في نهائي في راهم في قطر. ان شاء الله كما يقولوا حنا نتمنوا الخير للمنتخب تاعنا، ماذا بينا حنا نربحوا نجيبوا لاكوب، ماذا بينا خاصه وان للمره الاولى الا ديناها تسمى المره الاولى المنتخبات العربيه كانوا تحصلوا عليها، حنا مازال ما تحصلناش عليها، ان شاء الله تكون بنصيبنا ان شاء الله. امين الكحلوشه جبناها في مصر، وحنا ماذا بينا البلوندا سميناها كوم دي مون، يا درا واش راح نسمو كاس العرب؟ الروخه. دونك واش نسمو؟ الروخه لاروكين. حنا نشوفوا ماذا بينا تكون لاروكين كما قال لكم امين تيتي، لاروكين باذن الله، وان شاء الله ستكون يعني ستحط رحالها يعني بالجزائر، وحنا نفرحوا كامل ونفتخر يعني معليش مادام حنا لحقنا للنهائي
سي ديجا بوكو وشرفونا يعني احسن تشريف، وخاصه الظاهره بالليل يعني الهدف اللي ماركاه راح يبقى يعني راسخ يعني في ذهن كل جزائريين في كل يعني كل اذهان اللي يحبوا كره القدم. مهما كانت النتيجه اليوم الشعب الجزائري اكيد راه فخور بالمنتخب المحلي الوطني، سعداء جدا بالنتيجه اللي حققناها حتى النهار اكيد. طبعا احنا امين اسمح لي امين، احنا ما نقولوش منتخب محلي ولا منتخب الف ولا منتخب با، احنا نقولوا الرايه الوطنيه أكيد. الناس راح يلعبوا يعني بقلبهم بدمائهم، ماذا بينا سيكونوا ان شاء الله محاربين في يعني البساط. وكان اكتشاف ثاني اكتشاف اللي مدوا الفرصه للاعبين ان شاء الله اللي راح يكونوا ثاني تسمح بيقول عندنا راه كاين لولوف كلا رولاف بلوتو ماشي ما راحش ما راحش نتاخو في الموك على ولا لا سي فري صح سي خاصه كان ذخيره هذه الجزائر الجزائر ولادها في كاع المجالات الحلاوه تاعها وين تكمن في انه في البدايه واحد ما كان داير اهميه لكاس العرب هذه ما كانوش عطينها قيمه ولكن مع مرور الوقت الجزائريين بداوا خاصه من الدربي تاع المغاربي امام منتخب مصر من تم بدات الشحنه وشفنا باللي المنتخب تاعنا قادر يلحق النهائي وجراوها ماتش بار ماتش الحمد لله كما قال لك سفيان يا كاين فوالا ومام كاين لاعبين اللي كما يقولوا بانوا في هذه الدوره وكاين لاعبين اللي زادوا كما يقولوا في المستوى تاعهم خاصه ابراهيمي وبلايلي المايسترو اللي فاجانا بالمردود تاعو ان شاء الله يكون اليوم ان شاء الله بالك الشيء الجميل انه ترسخت عند الجزائريين ثقافه النجاح ما وليناش نسناو الخساره وان شاء الله اليوم مربوحه على الجزائر نفكروا برك مشاهدينا وكل من التحق بنا اللي اتوا رانا على المباشر على قناه الحياه الجزائريه تواصلوا معنا باش تشجعوا المنتخب الوطني في نهائيات كاس العرب فيفا 2021 بقطر. ذكرهم في الرقم امين ذكرهم بالرقم لما كشفتوا يلا دونك دونك لو نيميرو سي 0561 32 32 82 سهلت ما عليكم غير تفورمي لو نيميرو وتتواصلوا معنا درتوا معنا نتكلموا تمدوا لنا فوتر دياغنوستيك دونك ماذا بينا تمدوا لنا ارائكم كيفاش راح تكون المباراه كيفاش راح تكون يعني لو سكور تاع المباراه دونك انا ماذا بيا مدام امين تيتي ولياس بكريا معنا ماذا بينا حبينا نشوفوا لي دياغنوستيك تاعكم واش رايكم المباراه كيفاش راح سكور اللي ما تكون مربوحه ما قال لكم ماذا بينا نتفائلوا ماذا بينا ان شاء الله يا ربي الله. الفوز يعني يكون لصالح المنتخبنا الوطني وضد يعني الجيران نصر قطاج مي شكون راح يكون الياس والله قبل السكور احنا ولفنا ستريس هذا قلت لك في المباراتين السابقتين امام مصر وامام المغرب ولفنا ذاك ستريس ولفنا الضغط هذاك وهذاك الحلاوه تاع الفوز في اخر لحظه احنا المقابله تاع اليوم هما يعرفونا وحنا نعرفوهم 50 50 نقولوا 50 50 ولكن حنا الفريق تاعنا دائما يصنع الفريق باللاعبين اللي عنده اللاعبين هما اللي قادرين كما يقولوا في لا ديفيرونس في اتو مومون في نعمل كلاكسيون يقدر يدير لك الفارق هذا الشيء اكيد وحنا نتمنوا توجور كما يقولوا الفوز المنتخب تاعنا اكيد والشيء الجميل امين انه الفريقين اللي لعبوا يعني كتاب مفتوح كرة قدم يعني نظيفة كتاب مفتوح معروف لعب مفتوح نعرفوهم اكزاكتلي حاجة حاجة ماذا بينا يعني نشوفوا واش سكور واش راح يعني راح يقول 5-0 انا نبيش با ان شاء الله ان شاء الله راح نشوفوا ان شاء الله واحد عبرة في الاخلاق والروح الرياضية ما بين الشعب الشقيقين ليكيب انا نقول واحد زويجة دعاء ان شاء الله باذن الله فوالا سجل لنا واحد التوانسة على كل حال قاوتنا وكما نقولوا الميور كيغان الميور كيغان فوالا هذه تبقى مجرد يعني قالها امين قال لك هو الفوز الاكبر هو الفوز الروح الرياضيه هذه الحاجه المهمه احنا لازم نمدوا لهم عبره في الاخلاق في الروح الرياضيه على كل حال واللي تاع بصحته هذه على كل حال نتفائلوا خير على كل حال مهما كانت النتيجه راح يكون عرس جزائري مغاربي امازيغي ان شاء الله بامتياز طبعا سهره اليوم مكملين مع اتصالاتكم الهاتفيه واول اتصال هاتفي الو صباح الخير الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا السلام مرحبا نحييكم كامل اولا شكرا مرحبا نقدم تحيه للمنتخب الوطني كل محلي كل الوطني الدولي نتمنى الفوز للشعب الجزائري وان شاء الله يفرحوا كاع المنتخب الجزائري يفرحوا كامل الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني وكل واحد بلادنا يحفظ بلادنا ان شاء الله ويعطيكم الصحه شكرا ما تعرفناش عليك ما عرفناش منين كلمتينا أميرة من عين دفلا مرحبا تحياتنا لكل الناس عين دفلا كيفاش راكم تنتظروا في مباراة اليوم على أحر من الجمر والله الشيء الجميل انه يعني حتى النساء ولاو يتابعوا يعني مباريات كره القدم للفريق الوطني دونك نتمنوا يعني واش قلتي لنا مدام قلت لك اكيد نتبعوهم
وش هي توقعاتك؟ ان شاء الله نكونوا حاضرين نساندوا المنتخب الوطني. اكيد اكيد ان شاء الله. وش هي توقعاتك لنتيجه اليوم؟ والله المنتخب التونسي شويه صعيب وراه نتمنى نربحوا واحد نربحوهم ان شاء الله 1-0 ان شاء الله يا ربي باذن الله. يعني حتى وفاز المنتخب التونسي احنا مادام لحقنا يعني هذا الفريق فريق جديد يعني تكون هذا الفريق مؤخرا مادام لحقنا للنهائي وشفنا يعني كرات قدم نظيفه خاصه يعني الاهداف الجميله والمستوى الراقي اللي قدمه المنتخب الوطني سي ديجا بوكو بوغ نو. احنا مادام بينا نتفائلوا خير ومادام بينا ان شاء الله الجزائر تجي بالاروكين كما قال امين تيتي الجزائر دونك لاروكين امين تيتي نعم لاروكين يجيبوها للجزائر روجية ستحط رحالها بالجزائر كحلوشة وكاين بلوندا لاروخة وخير الامور اوسط امين تيتي عودتنا بالاغاني زدت معنا وقلت على الهاتف الو لا انقطعت انقطعت المكالمة دونك كما كنت نهضر امين زيري قلت له امين تيتي عودتنا بالاغاني تاعو دائما يعني في كل فرح يعني جزائري هذا العام ما شفناش ما غناش راولاتي بكاش كليب ولا لا والله هو لو صفيان صفوان على كل حال احنا خلينا الفرصه للجنس هذه اللي راهي طالعه يساندوا الفريق الوطني كما نعرفوا احنا نعرفوا فنان يدي سيني باش يساند الفريق الوطني مغني يغني شاعر يشعر كل واحد باش يقدر يساند الفريق الوطني احنا غنينا ومدينا كما ما داو لنا باساو لنا لابال صادق جمعاوي يجيبوها هي الاولاد احنا غنينا في ليكيب ناسيونال 2010 غنينا 2014 احنا مدينا الكره لا رولاف ان شاء الله انا ماذا بيا ان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله كاينه اغنيه ان شاء الله لاكوب دافريك واوفيسيال كاينه واحده في لاكوب دي موند ان شاء الله وراني شامها بنروح للدوزيام تور ان شاء الله في لاكوب دي موند وهذا هو هذا يعني هذه حاجه جديده للفريق الوطني حنا ماذا بينا نزيدوا الاحسن حنا كيما نقولوا نشحنوا بطاريات الفريق الوطني لازم نكونوا موسانين حنا اللي نساندوهم حنا اللي نرفعوا المعنويات حنا اللي نغنوا الغناء امين تيتي شحال ضروري يكون هذا الدعم للفريق الوطني من قبل الفنانين الجزائريين كما شوف حنا الاغاني اللي تسردت في الملاعب هي هي الدعم تاع الفريق الوطني على كل كيما نقول لك انا تقدر تكون بالك 80% ولا 70% احنا نشوفوا باللي الجوار كيف فرحوا ويغنوا يبداو يغنوا في الاغاني تاع اللي غنوها الفنانين معنا لاعب سابق بالك نشوفوا رايو شاطر في هذه لي شونسون كانوا فريمون يدعموكم نفسيا شاطر الرائد هو دافع معنوي خاصه انك لم دي فوا لما تسمع اغاني شغل كيما قالت مقبله 2010 2014 للان لما تسمعهم تتحمس وتعاود تفكر هذوك الايام وذيك تعود تولي الذاكره للوراء هذا الشيء يقع راسخ في اذهان المناصر الجزائري بطبيعه الحال تكون دافع قوي حقك اللاعبين اللاعبين ميم اللاعبين اللي راهم في لما يسمعوا الاشياء حتزيد لهم لاعب كمستمع لاعب كمستمع يسمع هذه الاشياء خاصه انك لما يتعلق الامر بالوطن وهذا حاشي يعني قبل ما يكون لاعب هو راهو مواطن مستمع والمغني قبل ما يكون مغني هو متفرج على كل احساس هو احساس هو احساس بالوطنيه كل شيء يعبر عن الوطن الناس كل شيء انا سميتها الاغنيه الوطنيه اكيد امين تيتي الياس بوكريا الجمهور الكريم ناوي يشوف فينا يعني اللحظه في قناه الحياه انا نقول لهم ما تروحوش ما تزابيوش ريحوا معنا عندنا واحد لانفيتي يحبوا الكبير والصغير راهو معنا راح يتواصل معنا عبر سكيب باسكو مالوغوزمون ما راهوش يعني حاضر في الجزائر في العاصمه راه في وهران ومع العائله تاعو راهو صارنا عندنا واحد لومبيونس دؤوف راح نشوفوا يعني الممثل علي شارف المعروف برجلاوي اللي يحبوا الكبير والصغير في يعني لو سيت كوم عاشوا العشر دونك رجلاوي راه معنا مرحبا بك رجلاوي صافا رجلاوي لاباس بخير رجلاوي راك صانع يعني خدمت مدرجات يعني انا حسبتي راك في قطر من الاول صافا رجلاوي بخير تحيه حاره ليك والعائله الكريمه وكل كتاكيت اللي راهم يعني ينوروا لنا الشاشه يعني صافا رجلاوي لاباس بخير رجلاوي راه معنا امين تيتي الصديق والزميل والارتيست تاعنا ياس بكريا لاعب تاعنا لاباس سقسيه الياس على السكور انا نحوس عليه وراه مازال ما لقيتوش رجلاوي راك في وهران راك يعني في البيت الكبير راك مع العائله كامله راهو مع البراءة راهو مع الكتاكيت والبراءة ان شاء الله لا جينيراسيون جديدة اللي راهي جاية اللي تناصر المنتخب مشكل جوبونس في الانترنت نشكروا التدخل ديالو ونحييو كل ناس وهران وكل شعب الجزائري من اي مكان من هذا البلد الحبيب الناس اللي قاعده تتبعنا على المباشر على قناه الحياه في هذا المباشر مربوحه يا جزائر ان شاء الله تكون مربوحه بكم بدعواتكم تواصلوا معنا عبر الهاتف ومازال معنا امين تيتي والضيف الكريم انا مدى بيا
نسقسيو الياس بكريا. الياس بكريا كي كنت تشوف لي ماتش، كيفاش كي تشوف لي ماتش وين تشوفهم؟ تشوفهم مع صحابك في البيت مع العائله، تكون الاز انت او فاس ليكرون؟ انا صراحه عرضوني صحابي باش نشوفهم صحابي. انا عندي حاجه كي كنت نلعب لي ماتش ما نشوفهمش، كي صحابي زعما ما نلعبش انا في هذاك الماتش ما نروحش المدرجات، ما نشوفش كاع الماتش، نريح في الدار نشوف الماتش تاع صحابي في الدار، ما نشوفوش ميم با في المدرجات. انا المراه دانيال مو قالت لي، قلت لها انا باش نروح في الدار وريح وحدي. صديق المراه ما تتبعش كره قدم كثير، باش تتبع لي ديتاي ميم ستريس، كيكون ستريس مع روحك صدير ما يقدرش واحد يخرب لك في لا ميموار تاعك ويوري لك ولا يقول لك على ما درتش هكذا وما درتش هكذا ويزيد عليك الضغط. الوغ انا مع ولادي مع الزوجه نشوفوا، هما ما يقلقونيش باسكو كره قدم يشوفوها شغل الحب للوطن، ماهيش كما يقولوا اكزاكت حاجه سبيسيفيك ولا هذا الشيء سي ناتورال. انا نحب نشوف المباراه في الدار كالم الاز. ربما زميل امين زيري شاطرك الراي، ما هو يحب يشوف يعني مباريات كره القدم وحيدا امين صح انت كيما يقول لك واحد اللي كالم لازم الاشياء هي صح الامبيونس وكذا والموفمون اللي نديروه كذا، ولكن لما تتعلق بالمنتخب الوطني انا رايي الشخصي كما يقولوا خاصه احنا لاعبين قدامى ولا نشوف الحاجه التكتيك تكنيك هذه الامور ماشي كمناصر وخلاص لي ديتاي فوالا بلي ديتاي نشوفوا الحاجات نواسيو مي كما يقولوا الداخل راك تغلي. امين دوك نقولوا ليك امين على بالي بلي ما يحبش يشوف في الماتش وحده، يحب الامبيونس كيما انا يحب شي صحاب افون دو بارلي على هذا الموضوع افون دو باسي الامين تيتي نروحوا نشوفوا مكالمه. عندنا مكالمه هاتفيه، مرحبا بك. الو السلام عليكم. الو سيدتي مرحبا بك، تحياتنا الناس البيض. الله يسلمك فاطمه من البيض. تحياتنا الناس البيض، شرف لينا. لاباس سيده فاطمه كي مليحه؟ الحمد لله يسلمك، الحمد لله ربي يخليكم ان شاء الله. الله يحفظك، رانا منورين شويه البلاطو بالراي الوطنيه والراي الفلسطينيه الالوان تاع يعني الراي الجزائريه. والله العظيم الحال راهي خضراء بيضاء. انا نفكر بالمقابله الاخيره تاع قطر البيض ولايه البيض كي كانت. داكوغ، وكما كتشوفي راهم حاضرين معنا يعني ممثلين، راهم حاضرين معنا فنانين لاعبين، واش رايك اليوم في المباراة يا مدام؟ راح تشوفي المقابلة ولا ما تشوفيهاش؟ نقول لك حاجة، أنا من عشاق ومن شو نقول لك، أنا منتخب يجري لي في الدم من نقول لك حاجة من 83. الله يبارك فيك. راني سيبورتي الفريق الوطني. الله يبارك فيك. نقول لك صح، أنا مانيش باغي نتفرج الليلة. اكيد طبعا باسكو كاين بزاف ناس ما هضرناش عليهم، كاين بزاف ناس ما يقدروش يشوفوا يعني مباراه كره القدم خاصه اللي متعلقه بالفريق الوطني. ما نخافش من فريقنا قوي والحمد لله يلعب كره نظيفه الحمد لله. نخاف من الحكام. تخافي من الحكام؟ ان شاء الله ربي معنا، يد الله فوق يد الجميع، ما تخافيش. حتى وكانت يعني حتى وزادونا 10 دقائق معليش. انا ولينا دعوه القدس الشريف ان شاء الله. وحنا كي قال لك بلد مليون شهيد وبلد الشرفاء ونحب الخير للناس، عمر ربي ما يظلمنا، سبحانه ربي ما يشوف فينا نهار ان شاء الله. ان شاء الله انا حابين نسمعوا الدعوات انا حابين نسمعوا الدعوات للمنتخب الوطني اليوم. ان زيرو جزء دعاء ان زيرو سير ان لا دو زيرو ان زيرو 2-1 لا نتيجة كل صالح لمنتخبنا الوطني 2-1 سي 1-0 فوالا حبات هي قالت لك 2-1 ولا 1-0 زعما سيدتي الكريمة أنا حاب نسمعوا الدعوات لتشجيع المنتخب الوطني الجزائري اليوم. والله العظيم من القلب راه يسمعها ربي إن شاء الله. وقلت لك علينا دعوة حنا طول عمرنا نساندوا المظلوم ونبغوا الخير للناس والجزائري مسكين حنين ومتربي والدليل على لي جوار تاعنا في الملعب. والله العظيم أنا نقعد نبكي المستوى تاع التربية تاعهم تاع الأخلاق تاعهم عمرهم ما أمين نحن نسقسيها. هذا الشيء بالك يميز اللاعبين ويميز الجمهور الجزائري أيضا في أي مكان في العالم. تفضل سيدتي. اللاعبين تعرفي شوية اللاعبين تاع منتخبنا الوطني؟ ما سمعتكش أخي. تعرفي شوية اللاعبين تاع منتخبنا الوطني؟ الوطني المحلي، هذا الفريق المحلي هذا. هذا كأس العرب. تعرفي شوية اللاعبين تعرفيهم؟ خبرك اللاعبين. تعرفي شوية لاعبين تاع منتخبنا الوطني؟ بيس
بخير. شكون تحبي؟ شكون؟ نبغي بلايلي، نبغي بن نجاح، نبغي وليد الياس، الله يستره الياس نموت عليه. ان شاء الله يا ماركينا بلايلي وبن نجاح، ان شاء الله يا ماركينا لي دو جوغ ان شاء الله. بلايلي الظاهره. سيدتي تشرفنا بالاتصال تاعك. رانا ندعو الله العظيم دعوتنا منا ربي. ان شاء الله ان شاء الله. وربي يعطيكم الصحه ان شاء الله وكثر خيركم على طول عمرك. شكرا. ربي يحفظك. وتحيه للجزائر وربي يخلينا ثاني. تحيه الجزائر ورئيسنا وشعبنا. شكرا. تشرفنا يعني بالاتصال تاعك سيدتي. احنا مازلنا متواصلين يعني في هذا البث المباشر. ريحي معنا ما تزابيش، كوني معنا يعني في قناه الحياه. مازال يعني كاين باقه متنوعه من الضيوف، مازال عندنا عده مفاجات، عده اتصالات يعني في سكايب. دونك تحيه الجزائر وتحيه ليكيب ناسيونال تاع بلادنا. وسي امين تيتي الاغنيه اللي ما حبتش تموت، وان شاء الله راح نسمعها اليوم في البلاطو مربوحه الجزائر بهذه الاغنيه ان شاء الله. دونك نشوفوا برك مع الزملاء الى كانت حاضره الاغنيه. شكرا امين تيتي علي علي. فيفا الجيري على قناه الحياه الجزائريه وعلى المباشر. صفوان جوبونس الحق الوقت باش نودعوا الضيوف ديالنا. اكيد طبعا حبيت قبل ما نودع يعني ضيف تاعي حبيت نسقسي امين تيتي باسكو انا ولي لا كيشون ديالي باسكو ما سقسيناش. امين تيتي انت وين كيفاش تحب تشوف لي ماتش تاعك؟ تشوفهم مع صحابك؟ تحب لومبيونس؟ تحب تكون كالم ان اندرو بيزيبل؟ انا الحاج بهذاك الحماس على كل حال هذاك الحماس ما تشوفش كاع البالون. الحماس والعياط وبالتفاعل هذاك ما نقدرش نشوفو زعما كالم هكذا. نحب واحد ماجورتي كاع عياط عاش في لومبيونس ويغني بلومبيونس ولازم يشوف لومبيونس. اسكو انت من الناس اللي زعما تعبر من الداخل ولا الناس اللي تعيط وتنوض؟ انا نكذب عليك
نوض ونعيط ونصفق ونفرح ونولي حمر. كان واحد الفنان كيخسر يبدا يكسر. لا انا ما نقصر، انا ماني شكون ما نقصر. تسمع عندنا ثلاث فئات يعني من المجتمع. نتقلق صراحه، عندنا قاني ناكل فطار فيا الستراس. تسمع عندنا ثلاث فئات، عندنا كيما اليازبوك اللي يشوفوه رانا نضرو فيزيبل وحده يشوف المقابله باش يشوف كل يعني خبايا المقابله. عندنا يعني دوزيام كاتيجوري اللي كيما اميتيتي كيما نحبوا نشوفوا لومبيونس ونكونوا بيان اونتوريتو. وعندنا لا ثروازيام كاتيجوري كيما بوغرا. تشوف كي تلحق كالي خاف يشوفوا ما يشوفش بوغرا الدرني بيناتي تاع كي جينا نتيروه اللي تيراها تو جاي يعني مدافع خريج من المدرسه تاع النهر تخبى وجهه. كان بزاف اللي كيما بوغرا صعيبه خاصه ضربه الجزاء. واعرين صراحه احنا من هذا المنبر نقدموا نصيحه برك الناس اللي عندهم على بالهم بلي واحد من العائله اللي عنده ستريس ما خليش يشوف الماتش. سمعنا بزاف سكتات قلبيه اللي مالادي كارديا فوالا اللي عنده مالادي ايفيتي يسمع غير النتيجه ما كان يشوف الماتش ولا كش ما يسعى. على كل حال هذه نصيحه ان شاء الله نقولوا الله غالب دم الجزائريين سخون الله غالب هذه نقولوا ان شاء الله نربحوا ان شاء الله يكون عرس ان شاء الله ان شاء الله بعد ست الفوق باذن الله. وان شاء الله ما نلعبوش ثلاث اشواط ان شاء الله لعبوا شوطين ونفريوها ان شاء الله. اكيد دونك امين. شوفوا نبدوا له كلمه اخيره للضيف. اكيد طبعا تفضل. والله كما يقولوا مشكورين على الدعوه هذه وخاصه مع امين ان شاء الله ان شاء الله كما بديناها مربوحه ان شاء الله ان شاء الله فيكتوار ان شاء الله كما يقولوا يفرحونا ويفرحوا 58 ولايه. الشهاده اللي خلينا ولفناه وراح نزيدوا نولفوه مازالت كاس افريقيا جايه وكاس العالم ان شاء الله نقعدوا في الافراح وان شاء الله نهايه سنه ان شاء الله مليئه كما يقولوا بالاشياء السعيده للشعب الجزائري ان شاء الله وخاتمتها ان شاء الله 1-0 ان شاء الله. دونك سي تي ان بليزير اللي راهم حاضرين معنا اميتيتي الياس بكريا ان شاء الله يعني تكون مربوحه يا الخضره ان شاء الله. تشرفنا يعني بهذا اللقاء اللي كنتوا معنا. ربما الياس بكريا كان اول لقاء معك في قناه الحياه جيت ديجا؟ لا جيت مرتين او ثلاثه. دونك صافي بليزير اميتيتي تلاقينا ديجا دونك يعطيكم الصحه ربي يحفظك. ان شاء الله يعني رانا بقاو واقيلا 2 للمباراه ان شاء الله نكونوا يعني نفعلوا خير ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام احنا ما زلنا معكم يعني طيله يعني هذا البرنامج مربوحيه الجزائر. نروحوا نشوفوا يعني فاصل اشهاري ونعم. عودنا ولينا مشاهدينا على المباشر على قناة الحياة الجزائرية والجزائر تصنع الحدث. الجزائر في نهائيات كأس العرب لفيفا قطر 2021. مكملين معكم مشاهدينا في انتظار مكالمتكم الهاتفية. نستقبلوا الضيوف الجدد، ضيوف حبوا يجيوا يشاركونا اليوم هذه الفرحة، حبوا اليوم يجيوا يقولوا مربوحة يا جزائر. أكيد طبعا، وتحية حارة وخالصة لكل أحبة لكل الناس لكل مشاهدين لكل متابعين اللي يشاهدوا فينا عبر هذه القناة. دوك نقول لهم رانا معكم القناة أو البرنامج مازال متواصل، راه معنا باقة متنوعة من الحضور. وعلى يميني راه معنا لاعب أو المهاجم اللي كنت نحبه بزاف في اتحاد الحراش وكان في سي ار بي دونك رمزي بوركبا. مرحبا بك. الله يسلمك خويا وشكرا على الاستضافة. صباح رمزي. صباح الخير. نورتنا بلو تي شوت عليك ناسيونال. الله يسلمك خويا. بعث الحيوان لك هذاك. بيان سور بليزير. ايضا يعني فنانتنا اكيد الفنانة الجزائرية ليلي سلطان. مساء مرحبا بك. مساء الخير عليكم، وانا جد سعيدة بوجودي معكم هنا ونشكركم على الضيافة الطيبة. مساء النور شرفتونا. كل مرة تكوني حاضرة تلبي نداءات الفريق الوطني الجزائري سواء بحضورك في البلاطوهات ولا بالاغاني الرياضية اللي تقدميها في هذه المناسبات. في الحقيقة احنا يا فنانين جزائريين نحبوا بلادنا ونحبوا اللي يقول راك تشوف راني مغلفة راك تشوف. الله يبارك الله يحفظك تعيش يطول عمرك. ان شاء الله نتمنى للفريق الوطني نجد من النجاح مزيد من النجاح ان شاء الله، وهذا ان شاء الله يجيب لنا لاكوب هذه ويفرحنا ويفرح كاع الجزائريين ان شاء الله. وحنا الاغاني الرياضيه للفريق الوطني واجب علينا، هذا انا بالنسبه لي واجب نفتخر انا بالفريق الوطني ديالي كي نغني له سي كيما يقول لك تخرج من القلب وكيما يقول لك ثاني واجب علينا. انا بالنسبه لي واجب واني نادي في واجبي اوتون كو فنانه جزائريه. ونورتينا اكيد طبعا في هذا البرنامج مربوحه الى الخضره. الشيء الجميل رمزي ولا وين ساي يحبوا يتبعوا بالون يحبوا كامل يجوا الارجيريان يتبعوا بالليلي داير انا نشوفوا في الستاد مام في لي ستاد في قطر مام لو كان جات حنا هكذا شغل يقدروا يدخلوا الستاد وصافي بليزير صافي بليزير تشوف النساء لي فامي. رمزي بوركباك مهاجم يعني من الطراز الرفيع، وش رايك باختصار في هدف بالليلي يا اخوي؟
والله شوف هذاك الهدف، توقع الهدف هذاك صراحه، هذاك الهدف اللي سجلوا بالليلي ماشي نيمبورت لو كي يسجلوا، هذه العفسه اللي دارها بالليلي، باسكو افون ما يتيري كان يشوف باللي الغارديان يخرج كما تكلم هو في وسائل، هو ماركاه بالموهبه البيت هذاك اللي ماركاك شغل زايده مع هذيك الموهبه، ماشي نيمبورت لو كي يقدر يماركيها، لازم تكون زايده معاك، كي تزيد تزيد معاك هذيك الموهبه. وشيء الجميل بورسة... هو يلعب ايلي معك بوكر، حطه اوفونسيف حطه اون بوينت، شمها شم شمها. شم الغارديا بلاو يخرج دواق دواق حطها وين لازم، عنده شون دو فيزيون ديورون لو ماتش، ديورون لو ماتش الى رماركي بلي لو غارديان كان يخرج بزاف، هو تكلم عليها الى بروفيتي دو لوكازيون، على بالو بلي خارج الغارديان ديجا كي كانوا طالعين كان هو دو فاس كيعاود الدار الى ريكوبيري لا بال. دونك هذه موهبه رمزي، مادام نهضروا يعني على المباراه، رانا نهضروا على القطر، نهضروا على النهائي، عندنا يعني صديق وفنان لو رابور تاعنا روفا اللي ريسامون طلق ان فيديو كليب وكان معاه بالليل يعني في الكليب تاعو. روفا مرحبا بك. السلام عليكم خالتي، ميرسي بور لانفيتاسيون، جيسبر كو راكم بيان، يعطيكم الصحة، رانا اون ديريكت هنا مقادر قدام ستاد البيت. جوستومون حنا ماذا بينا حبيت تشوق، احنا رانا في الجزائر يا خويا ما جيناش، دوك ماذا بينا يعني ك يعني جزائري راهو يعني متواجد في قطر، ماذا بينا تذوقنا تمتعنا تشوقنا تورينا كلكو زيماج، تحكي لنا واش كاين، اسكو الناس بدات تروح للستاد مازال ما راحوش؟ سي 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 دوكا رانا جايزين على لاباسيرال كيما راكم تشوفوا، عندك الناس راهم يفوتوا، هم على ياسين ميلودي انستغرامر ثاني راهو هنا جا البارح، تحياتنا كما الجزائريين. هشام دي ان صديقي العزيز، صافا هشام لاباس؟ دونك راكم تشوفوا هذا وين بدا البيبليك يجي، هذا وين بدينا انا داخلين الستاد، وراح تكون حفله ثاني في الديبي تاع الماتش، راح يغني فيها كادر جابوني ان شاء الله. ان شاء الله كما كنتم تشوفوا مشاهدينا الكرام، هي صور حصريه يعني لقناه الحياه لبرنامجنا، برنامج يعني الحصري للمنتخب الوطني مربوح ان شاء الله يا الخضراء. دونك كما كنتم تشوفوا فناننا لو رابور تاعنا روفا اللي راهو يعني راهو في الستاد، راهو داخل الستاد. روفا احكي لنا شويه على لو كليب تاعك اللي تورنيت مع اهلي، اللي جبت بالليل اللي تورنا معك في الكليب. بون هذيك لا شونسون شغل جات في وقتها، شغل ما سيتي با بريفو كاع هذاك يكون وقتها، مي ابري مع الوقت دا جات كوب دارب، قلت خلي نبروفيتيو لوكازيون، باسكو هي الاغنيه تحكي على الجزائر، تحكي او سي لو كان كونسونتري معاها مليح تلقاها سي فريمون ليستوار تاع بالليلي اللي كاين بزاف اللي جازت عليهم ليستوار هذه. تمام صافي بليزيو. كيفاش راح تعيشوا الحدث اليوم يعني الحف الكروي، واش رايكم انتم كمناصرين راكم يعني من قلب الحدث، واش رايكم مربوحه ان شاء الله؟ مربوحه ان شاء الله، لا لا بربي ان شاء الله. شوف الحمد لله اسمع هذا ويسيبورتي في تونس، باسكو قالوا ليش نحس، باسكو جا البارح وقالوا له انت نحس دوك يخسر، معليش تونس يعني خوتنا واشقائنا وجيراننا نصر قرطاج، ولكن ان شاء الله سيبقى يعني مربوحه ان شاء الله، مربوحه ان شاء الله. وهشام دي يعني وراه هشام، هشام من راهو سير بو هرب لكم هشام، هشام قول له راك على المباشر على قناه الحياه الستوري والاخرى تعرف هاولي هاك هضر هشام، واش راك هشام؟ مون فرير كي راك حبيبي صافا، رانا لايف هشام لاباس، هذه غيبه هشام الله لي غيبك مون فرير يا خويا، ماكش وحشنا، سقسي علينا سقسي علينا، واش رايك؟ هذا تيشيرت، تيشيرت على الجيري مشيت تاع تونس صديق، صديق على بالي عبالي نعرفكم تروحوا عقلكم بعيد. دونك هي صور حصريه، راكم يعني في الملعب، راكم دخلتوا الملعب ولا مازال؟ مازال مازال ما دخلناش، انا رايحين دروك ان شاء الله نربحوا، اي كاين ماتش شباب صافي بليزير، يعني تشرفنا يعني بهذه المكالمه معكم وان شاء الله مربوحه يا الخضراء. ايش رايك توقعات تاعك هشام؟ كل واحد يسيبورتي بلاده بيان سور، مي كاع توقعات راهم يقولوا الجيري، مي البالون ما تعرفاش، دونك صافي كاش اللي يعرف البالون فهمت، يعطيكم الصحة وما ديروش طوايش تما في المدرجات، تهلاو لنا في الشبابة. مهبول انت من راسك مهبول. 1 2 3 1 2 3 فيفا لالجيري ربي يحفظكم. شكرا جزيلا ويعطيكم الصحة. نعاودوا الاتصال معكم ان شاء الله، يعطيكم الصحة هذه الصور الحصرية كما كنتم تشوفوا يعني الشباب تاعنا راهم متواجدين يعني في الملعب في قطر. دونك جميل بالك سفوان انه في قطر ولا في الجزائر نفس الأحاسيس قاعدين يعيشوها الجزائريين حاليا، حتى الإخوة بالك الفلسطينيين قاعدين يعيشوا معنا نفس الاحاسيس طبعا. دونك بيان سور اللي تاثر اللي كي تحكي لها على فلسطين. انا شفت ريسامون دي فيديو على
الفلسطينيين في غزة يحتفلوا بالانتصار الفريق تاعنا كي نجح في المقابلة النصف النهائية، وكانوا جد فرحانين، والشعب الجزائري دائما الفريق الوطني كي يربحوا الماتش دائما يهديوها لفلسطين، وإحنا رانا مع فلسطين إن شاء الله. فوالا ولا يمكن يعني فوز فريقين في فريق واحد، احنا جزائر احنا قلب واحد قلب واحد راح نكونوا فريق واحد. الرايه الوطنيه والرايه الفلسطينيه دائما حاضره في المدربات في المدرجات المدرجات في البيوت في في كل مكان، حاضره في الدم الجزائري في الدم الجزائري حاضره في المدرجات. ليلي سلطان عندك اغنيه جديده حبيتي تهديها للفريق الوطني؟ ولا نقول لك سهرت معها حتى لزوج تاع الصباح وجبتها لكم حصرين على قناة النهار. الحياة باردون اكسكيوزيمو الحياة، وكما يقول لك نشكركم اللي عطيتوني هذه الفرصة باش نقدمها كهدية مني إلى الفريق الوطني وعرفان مني، ونشكره بزاف على المجهودات اللي يدير فيها. ومع الحياة تحلى الحياة، مع الحياة تحلى الحياة حاجة باينة. ولكن قبل بالك ما نسمعوا الأغنية نحبوا نسقسيوا الضيف ديالنا بما أنه لاعب سابق، اسكو قبل المباريات تسمعوا الاغاني الحماسيه اللي يعني يديروهم الفنانين خصيصا لكم؟ سي نورمال عندما يتعلق الامر بالفريق الوطني تلقاهم يسمعوا شاك جوار كيفاش يكونسونطري، مي كي تسمع الاغاني تاع زيد فيك النص خاصه الاغاني الجزائريه، باسكو راهو يقول لك هاي سبقت وقالت لك باللي يخرجوهم من القلب، من القلب يروحوا للقلب ديريكت. سي بور سا تسمعهم اكيد. رمزي بركبه لعبوا مع العديد يعني من اللاعبين اللي راهم يعني في المنتخب يعني الوطني، على غرارهم سليماني، على غرار السوداني ما لعبش مع السوداني، لعب مع سليماني بوك بلوس سيال كونتر عليه السوداني لعب معاه في ليكيب ناسيونال اكزاكتومون. دونك قبل واش رايك اليوم ك يعني مباراه راح تكون مفتوحه، فريقان يلعبوا مباراه يعني ولعبوا كره قدم نظيفه، كيفاش راح يكون؟ شوف صفوان في الدوره هذه شفنا اربع مباريات مختلفه شاك ماتش كيفاش، مي انا نظن لو كان نلعبوا كيما لعبنا قطر مام يجيبونا البرازيل نربحوهم، باسكو الميور ماتش اللي درناه كونتر قطر، باسكو لا روماركيتو قطر كانوا متخوفين بزاف ولا والله، مي حنا كنا انا نظن لو كان يلعبوا كيما قطر ما كانش راح تاريخي نتوقفوا عند قطر ونمشيو ديريكتومون لزميله امينه بالقبلي الاعلاميه الجزائريه المتواجده بقطر. امينه صباح الخير. اهلا وسهلا مرحبا بك. مساء الخير محمد، كل هنا انا بلا بريباراسيون. هذا هما الاجواء بالك في قطر سويعات قبل مباراه الجزائر وتونس. امينه بالقبلي واحده من الناس اللي صنعت الحدث على منصه التواصل الاجتماعي هذه الايام، واحده من الناس اللي دائما دير دي لايف من الكواليس من المدرجات، كيفاش راهي كيفاش راكم تستناو في المباراه؟ خليني نقول لك امينه طبعا راهي اجواء الاحتفال وبعد اليوم في قطر كاين العيد، كاين العيد الوطني يحتفلوا به اكيد. عاد جات مع نهايه العام يعني حتى الملعب راهو موجود بكل يعني يعني رانا نشوفوا العديد من المناصرين الجزائريين راهم يلتحقوا بالملعب، واش رايك؟ يعني كوم سير انا في الجزائر يلتحقوا بالملاعب، وحنا الاخ معنا وصل من فرنسا متى سبيسيالمون باش يشوف الماتش مغتربين يعني يلتحقوا بالملعب، وكاين يعني جزائريين موجودين مقيمين، وكاين جزائريين راهم على البارح كي يوصلوا من الجزائر يوصلوا من فرنسا تاليات الماتش. احنا ماذا بينا تعطينا شويه الصور الحصريه امينه من الملعب، وين راكي انت راكي قدام الملعب؟ اكيد انا راني برا احنا دوك ندخل داخل نحبوا نشوفوا فقط الجماهير الجزائريه وهي تلتحق بالملعب. تحضن المباراه النهائيه للجزائر تونس والهبه الجزائريه وسي الجزائريين يعني ما يتاخروش على بلادهم، ما يتاخروش عن المنتخب الوطني مهما يكونوا بعاد في اي مكان من هذا العالم يمشيوا ويشجعوا المنتخب الوطني الجزائري. ونشوفوا وفود يعني أكيد. عظيم، تحياتنا ليك، شكرا للاتصال ديالك، شكرا على هذه الصور الحصريه لبرنامجنا معك يا الخضراء. دونك نقول لك ان شاء الله مربوحه وان شاء الله سنتواصل يعني لاحقا. دونك انا ماذا بينا نعود لرمزي بوركبا كلاعب سابق. رمزي اعطينا النتائج توقعاتك اليوم، واش رايك؟
شوف هي النهائي وفي النهائيات لا بليبار ما يتلعبوش يتربحوا. مي انا ماذا نظن ان شاء الله المفتاح اليوم يكون عند بالليلي كالعاده المايسترو ان شاء الله هدف ليف صفر ان شاء الله للفريق الوطني ان شاء الله. يعني اون اسبير بيان ماذا بينا اذا واحد راح يصنع الفارق ولا يدينا لا سيربريز حنا ثاني ماذا بينا ان شاء الله ماشي غير بالليل ان شاء الله الجروب كامل يكون يعني في نهارو ان شاء الله يعطونا مباراه مصيريه مباراه تبقى راسخه في اذهان كل الجزائريين ان شاء الله وكيفوز الجزائريين الفوز تاعنا كاع ان شاء الله ان شاء الله وماذا بينا احنا كي نشوفوا الفوز هذاك راح العاصمه تتغلق والجزائر كامله الجزائر كلها العالم كله يتغلق الكامل يروح للعاصمه يتعلق الموضوع بالجزائر العالم كله يتغلق خاصه يعني في الشونزيليزي خايفين هنا في فرنسا اي مكان تلقاهم مخايفين في الشونزيليزي قالوا لهم التوانسه مع الجزائريين قالوا لهم انت اللي تروحوا للشونزيليزي حتى الجاليه الجزائريه اللي متواجده في المهجر يعني نقول لهم تحيه لنا من هذا المنبر يعني تحيه لكم يعني لكل الجاليه الجزائريه نقول لهم باللي يقدروا يتواصلوا معنا عبر الهاتف ب 213 وباقي المشاهدين يقدروا يتواصلوا معنا عبر 0561 32 32 82 رانا على المباشر في مربوحه يا خضراء وان شاء الله يا ربي تكون مربوحه ان شاء الله ان شاء الله وامين نروحوا نشوفوا لو كليب اللي وجدت هنا اكيد طبعا ما جاتناش ديال هي اغنيه مازال ما درتهاش كليب البارح كملتها وقلت نجيبها لكم حصرين على قاعده الحياه بيان سور ونعطي كيما يقول لك من قلبي ان شاء الله الفريق الوطني ان شاء الله ربي يوفقهم ويفرحونا ان شاء الله ونفرحوا ونخرجوا تولويل والامبيونس كوم دابيتود ان شاء الله احنا ماذا بينا تبدنا تولويله حصريه يعني في هذا الوقت يو 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 شكرا جزيلا هو نورمالمون لي 4 ماتش لي 4 ماتش يديا لوم دو ماتش باسكو وين تروح تلقى في لا ديفونس في لا طاك في لا سوا تكتيكمون فيزيكمون وين تروح تلقى الله يبارك انا نظن باللي بندبكه لو كان يكمل هكذا ان شاء الله ما توجو تلقاو ريكوبيراسيون الله يبارك ما شاء الله ان شاء الله نلقاوه في الفريق الاول يعني حتى لاريير غوش اللي صنع يعني مؤخرا هذاك شتيتانيك شتيتانيك عنده دور مهم يعني اوفونسيف ديفونسيف الله يبارك اللياقه اللي عنده خلاته اللي ما هو يدير لا ديفيرونس ونزيد لك حاجه راه يلعب شويه حشمان لو كان زعما يلعب بالامكانيات تاعو ما كانش لي يشدو تما سنرى يعني بعض اللاعبين من هذا ان شاء الله هذه مليحه لينا الفريق الاول مليحه لينا احنا الجوال اللي يكون مليح ويعاون الفريق الاول هذه حاجه زياده اكيد راح يكون اضافه نعاودو نوليو ليل السلطان والاغنيه الجديده ديالك استعملتي كلمه اسبانيه دخلتي حاجه جديده هذه المره بيان سور انا حبيت حاجه بور لي جون بيان سور باش تكون لهم سهله في القول باش يغنوها اليز وكلام كيما يقول لك درجه كورامون فهمت نهضروها شغل كلمات ماشي صعيبه باسكو الشعب تاعنا لازم له حاجه خفيفه هكا يقدر يقولها وسمنا لي مو هادوما كورازون هذه جزائر قلبي جزائر يا قلبي
وفريق الوطني هو قلبي وفانتو تيري فيفا لالجيري. هذه هي احنا، هذه هو لو سيمبول تاعنا، وان شاء الله تعجب كل الجزائريين ويغنوها ان شاء الله كي ندو لاكوب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. انا نعاود نولي البورقبة رانا نشوفوا باللي غالبيه اللاعبين ولا كل يعني اللاعبين على بالنا باللي لي بيناتي ضربات يعني ترجيح فيها شويه فيها بون لازم فيها شويه ضغط فيها شويه الحاد فيها شويه تكنيك. دونك لو كان نروحوا للضربات ترجيح، انت كلاعب او كمهاجم كي تكون في التيران ويجي بيناتي، اشكو كيفاش كيتيري البيناتي تاعك؟ اشكو عندك الضغط في راسك بزاف ولا تو ميتريز لا 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 سيتوياسيون ولا كيفاش؟ نو هذه صفوان، هذه من الصغر علموها لنا كي تروح تيري بيناتي. بون هي صح خاصه في النهائي وما يخفالكش بلي الجمهور كومبلي راهو يستنى فيك، تحس اكثر بالمسؤوليه. هي بالنسبه للتكنيك هي لازم تخير المنطقه اللي تيري فيها، ما تعاودش تولي سي بون خيرت نتيري لا دروات نتيري لا دروات، تما ما تعاودش تولي هذه باسكو الا عاود وليت تقدر تراطيها. وكاين واحد النقطه بالك تشاطرني فيها الراي، توجور لو ميور جوار تاع الماتش يراطي البينات صبر ما اسكو داخله في كما قال حبيبنا لا شونس لا تقدر في الحظ ما كاش منها هذه ما كاش منها. انا قلت لك انت تخير تيري انا ما نخوش كامل لي بيناتي ولو لحقنا لي بيناتي ما تنساش بلي عندنا مبولحي عندنا جدار الجزائر جدار مبولحي اكيد. نعم ان شاء الله نعم تبقى هذه ان شاء الله كما قلت ما نلحقوش لي بيناتي ان شاء الله كما توقعنا هدف لي صفر هدف لي صفر نتهنى ان شاء الله. سيدتي الكريمه التوقعات انا نقول ان شاء الله دعاء للجزائر هنا هذا هو التكهن ديالي ونقول ان شاء الله الفريق الوطني رانا معكم الشعب كاين لي سيبورتور دي بلاصو على جالكم ونديروا ان شاء الله القلب وان شاء الله ندوا لاكوب هذه ونفرحوا كامل الجزائريين ونخرجوا كاع نديفيلي وتولويل ولومبيونس وفكروا يا مات الزمان ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يكتب علينا الفرحه ان شاء الله ان شاء الله في اون كونفيونس اون كونفيونس في هاد لي جوار ان شاء الله سي كيما يقول لك تري لا غولاف شابه بزاف. الشيء الجميل انه الفريق يعني الي سودي هذا هو اليونيون في لا فورس مالغري صفوان الفريق تكون في بعض بضعه ايام برك ماشي مي راك تشوف راه مسودي باسكو علاش تحب ولا تكراس فيها لي ريزلتا هما اللي يخلوك سودي راك فاهم مام المورال يعطيك الصحه يخلوك سودي اون بليس راني نقول لك راهم يمثلوا ماشي في فريق ولا يمثلوا في الرايه الوطنيه تسمى تسودا بلا راك فاهم غير تسمع الناشد الوطني كلشي تسود امام حنا هنايا كمواطنين انا ايماجيني وانا في الدار نوقفوا حنا في ديورنا نكونوا في العمل يعني في مقر العمل نشوفوا في ديورنا نكونوا مع الاهل تاعنا تكون الناشد الاحمر كيتشوف فما ادراك انت تكون لاعب وتكون يعني واقف راك حامل المسؤوليه هما راهم واعيين بالمسؤوليه وعندهم الحراره شفتهم انا عندهم الحراره اللي ربحناهم كامل الحراره الله يبارك ما تكلمناش عليها خاصه يعني مباراه قطر الجزائر اللي نسقسيك حبيت نولي لك ليها برونغاسيون 18 دقيقة زادنا ماشي برونغاسيون طيمور 18 مينوت شوف صفوان هي صرات لك ديجا 18 مينوت هي شوف هو شكون اللي ديسيدي شكون اللي ديسيدي لاربيت دو سونت اكزاكتلي هي صح تقدر زعما برومي ميتون تزيد 3 مينوت عباك تشوف اللي تبليسا اللي خرج لي اون بلاصون راك فاهم هي وشنو اللي زادت 9 مينوت هي 9 مينوت هي بزاف هي نورمالمون 5 مينوت ومن بعد مور الهدف تاع قطر زاد حبس الماتش ثانيك الناس بزاف ما لاحظتش هذيك زاد حبس كيما بالعمري يتشابك مع راك فاهم ومن بعد الحكم راح للفار ثانيك تما اوتوماتيكمون يزيدها هذيك مي نظن انا هذه الخطره شغل قرحها ربي اكزاجيري مي الحمد لله ربي كان معنا راك تشوف كي زاد لينا في مينوت هذيك جاتنا بيناتي ما لقري ماركا وجاتنا بيناتي هذه العداله الالهيه العداله الالهيه يعطيك الصحه الحمد لله يا رب عليكم على حضوركم معنا في هذا المباشر ومربوحه ان شاء الله هي الجزائر كان مومون سامبا دردشنا فيه تكلمنا فيه اعطينا بعض التوقعات وان شاء الله التوقعات تاعهم يكونوا يعني في محلهم ما دام يعني كل توقعات ايجابيه رحنا راضيين بها ان شاء الله 1-0 2-1 المهم تكون النتيجه يعني ايجابيه للفريق الوطني ان شاء الله واحد موفق لكل يعني اشبال يعني بوقره وان شاء الله يكونوا يعني دي روبيست فوق الميدان فوق الميدان ان شاء الله. دونك رمزي بورقبا يعطيك الصحه
الله يسلمك. شكرا على هذا يعني الدردشه البسيطه والبسيطه اللي طولناش بزاف ولكن هايله هايله بوجودكم انتم بوجودكم. لا شغل رانا في الدار صافي بليزكم ليلي سلطان. احنا ديجا بدينا نكسروا الداخل لي كوليس يعني بدينا نهضروا ونفتح قوسين تحيه حاضره لعائله يعني رمزي بوركبال والزوجه ديالو ربي يحفظك. دونك السيده ليلي سلطان شكرا لك على هذا الحضور، شكرا لك على هذا الدعم للمنتخب الوطني. ان شاء الله انا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي عطيتوني الفرصه باش نجي ونتلاقى مع ان دي غران جوار الجيريان او معايا هنا الله يبارك. وكما يقول لك نتمنى الفريق الوطني النجاح والاستمراريه في العمل ونتمنى لكم انتم ثاني الاستمراريه في العمل. ونشكر قناه الحياه على الاستضافه الطيبه وشكرا جزيلا. شكرا على الحصري وسي على لا شونسون سبيسيالمون جبتها لكم ليكم انتم الاولين. تحياتنا وشكرا على يعني الكلام ان شاء الله تنال اعجابكم. الله يخليك. ما زلنا متواصلين يعني في برنامجنا معك الخضر انا وزميلي امين الجزيري. حبيت نذكر فقط كل المشاهدين كل احبه اللي يشاهدوا فينا عبر قناه الحياه يمكنكم التواصل معنا والدردشه معنا اكيد طبعا في هذا البلاطو الجميل خاصه يعني بجمال الضيوف تاعو. دونك نذكركم فقط في الرقم 0561 32 32 82. دونك مشاهدينا الكرام مازلنا متواصلين راح نديروا فاصل اشهاري او نديروا مقطع كليب فاصل غنائي ونعود لكم. ميرسي. دونك عوده مجدده مشاهدينا الكرام وتحيه خاصه وعطيره لكل الناس لكل احبه لكل الناس اللي يشاهدوا فينا عبر قناه الحياه. دونك نذكركم بالرقم فقط باش تقدروا تواصلوا مع الدردشه ومعنا تتكلموا معنا الرقم اللي راهو اسفل الشاشه 0561 32 32 82. ساهل ماهل تقدروا تعيطوا لنا تقصروا معنا ومعنا الدوله امين زيري البراءه وتحيه البراءه. دونك مشاهدينا الكرام اليوم راح تكون يعني لافيتي تاعنا امين يونيفيتي اكسبسيونال فلسطينيه فلسطينيه بروح جزائريه اكيد بروح جزائريه واحده من الطلبه المقيمين بالجزائر براء الحفناوي. مساء الخير ومرحبا بك في بلدك. مساء النور. بالبدايه نشكر القناه وكل القائمين فيها على هذه الاستضافه وشكرا لكم. يعني راح تكون يعني اول فلسطينيه معنا في بلاطو مربوح هي الجزائر والقضيه الفلسطينيه هي قضيه يعني قضيه شرف والقضيه الفلسطينيه هي القضيه يعني متوارثه عبر الاجيال وكل الجزائريين مع القضيه الفلسطينيه. فمرحبا بالبراءه ومرحبا بهذه البراءه والاطلاله الفلسطينيه تاعها الجميله اللي راهي معنا. دونك مرحبا بك. شرف لينا انك كنت معنا وراكي معنا. احنا ثاني متشرفين بوجودنا معكم. صافي بليزير. او معنا شاب عدوله سي تو الكونتخيغ امين. هي لي كالم تيزيب الحشمانه عدوله لومبيونس ونقلبها. عدوله مرحبا بك. صفوان خويا مرحبا بنا عندكم. الله يحفظك خويا العزيز ونشكر كاع قناه الحياه ورجال الخفاء ومرحبا بنا عندكم. ان شاء الله لومبيونس اليوم وزويجه على البكري. الله وتحيه يعني صح تحيه لكل جنود الخفاء اللي راه معنا خاصه يعني المخرج رزقي خاوتنا كامل اللي راه معنا. الله غالب. اعطيني اسمك جليل الكامل الناس. اعطيونا شويه اعطيونا شويه في لاباسي ندير لكم شويه اوماج. سيفو سيفو يا سيفو زميلي السابق حنان حنان قالت لي حنان حنان. دونك حنان, حنان, حنان الله يحفظهم كاع رجال الخفاء. نعم تغنينا مقطع صغير على حنان. راه كيف البال يا حنان. ها كيف البال يا حنان. واش رايكم صبا؟ صبا الحمد لله. صفوان خويا وانت كيف راك؟ كيفاش واش رايكم اليوم؟ نوتني بكري. نوتك بكري يا عدو له موال في نضره طال امين. الله يخليك امين. هو عيط لك هو اسيست. معليش امين قال لي انا يا ندير بكري. معليش كي كي هو كي عيط لي امين هو جابك ومن بعد حب يحصلني كي ما نطلوش بكري. ما عندك هو اللي قاعد يسيستي عيط. معليش صديقي وزميلي. الله يحفظك خويا صفوان وبالاستضافه هذه. الله يستدرك انت صاحبي وخويا هنا ولا لهيك ولا كي نتلاقى بك نفرح. الله يحفظك والله. نشكر اختي وناس فلسطين كاع ربي يحفظها طلبة تاعنا كاع الناس اللي عايشين هنا في الجزائر وان شاء الله راهم فوق راسنا. شكرا جزيلا. أم هنا اكيد راهم في القلب راهم في الدم الجزائري راكم في بلادكم وسي. نحب نولي معاك براءة تحكي لي شويه كيفاش قاعدين تعيشوا مباريات المنتخب الوطني. بالك احنا كنا نقولوا قبيل نفس الاحاسيس لانه نفس القلب نفس الدم. اكيد نفس الاحاسيس وزياده. نعيش مزيج من المشاعر. الفرح الدموع كل حاجة حلوة نحسها كي تفوز الجزائر في كل مباراة. مشاركة الأهل تاني الأهل في فلسطين يشوفوا المباريات ويتابعوها. والحاجة اللي نحبها في المباريات رفع علم فلسطين في
في قلب الاستاد وفلسطين الشهداء طبعا رايه فلسطينيه دائما متقبل اللاعبين يعني في الملعب في المدرجات حتى في كليب عدوا لك كما راينا يعني من قبل الكليب يعني الرايه الفلسطينيه كانت حاضره يعني في جميع يعني المجالات تكون حاضره الرايه الفلسطينيه اكيد لانه هذا بنعتبره يعني مش مجرد شعار ولا شيء احنا بنرفعه لا هاي قضيه مبدا انه انت مآمن بقضيتنا العادله انت مآمن بشعبنا مآمن بنضالنا لانه تقريبا الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري عاش نفس النضال عاش نفس المأساة فبتفرجي لكل العالم قدي القضية الفلسطينية قضية عادلة وهذا الاشي مهم بالنسبة لنا مش مجرد انه رفع علم في ملعب لا لا هذا هاي الاشي مستحيل حد تاني يعملها ومبدأ جزائري مرسخ عند كل الجزائريين في كل الأوقات وفي كل الأزمنة ستبقى القضية الفلسطينية قضية جزائرية والجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة احنا دهمنا الوقت صفوان أكيد دهمنا الوقت وما دابيا نتكلموا شوية مع الدولة على الكليب تاعو وش رأيك في المباراة اليوم المباراة المصيرية حنكونوا يعني ضد الأشقاء وال يعني الجيران نصر قرطاج تونس وش رأيك كيفاش ما تشوف المباراة تاعك عندنا صفوان نشوف مباريات نشوفهم نورمال مع العائلة وحدة كمان أصدقاء برا في المنزل نشوفهم دائما برا مع أصدقاء توعي مع أولاد حومتي مع لومبيونس نحب لومبيونس نحب الغناء نحب نغني ونديروا لومبيونس لا بس بصح نشوفه وخايف ككل جزائريين نشوفه خايف وش نقولك إن شاء الله اليوم يديروها إن شاء الله ماذا بينا يا خويا ما نشكر بوقرة ونشكر قاع ليكيب قاع الفريق الوطني من البوقرة للفين دو جوار الله يحفظهم إن شاء الله إن شاء الله اليوم يديروها وخاوتنا توانسا لمير كوغان أكيد طبعا اللي يلعب مليح يربح هذه يحتكون مباراة وماذا بينا يتربح جزائر خويا إن شاء الله صح لمير كوغان عدولة كان واحد لاعب يحبه وش من لاعب تحبه عدولة وين في المنتخب الوطني أكيد طبعا اللاعب اللي يعجبك يتحبه أنت في المنتخب الوطني نحب سليماني يعني. أنا سليماني نشكره بالمناسبة أخويا إسلام نحبه ونموت عليه بورقبة فاني أخويا بورقبة ولي جواره عشر العشر عشر العشر رسالة عشر العشر بليلي قوة صنع الفارق وغنية على جال بليلي نط خممت له وغنية قاع على جال الجزائر بصحة فرحني بليلي يطيح الصحة ستانقرون جوار توقعات تاعكم يعني لمباراة اليوم مباراة النهائي ضد الأشقاء تونس شحال راح تكون نتيجة يعني في ذنكم انتم يعني اكيد الجزائر رح تربح ان شاء الله اتوقع 2-1 ان شاء الله يولي ما لا وما يكون يعني ماركي من الاشقاء يعني هدف يعني انا يتكون ممكن. النتيجه تاع اليوم نربحهم 1-0 انت حسب رايك راح تكون يعني مباراه مزيره يعني ان شاء الله فيها خير بصح نربحهم 1-0 اليوم ان شاء الله أمين ان شاء الله يا ربي قبل ما نختموا حبيت نشوف البراءة كيفاش تشوف المباراة تاع المنتخب الوطني تشوفيهم يعني مع الاهل ما نشوفهم مع الاصدقاء باسكو اهلي مش هنا اهلي في فلسطين تحيه الاهل تاع ونشارك كامل المباريات والنتائج مع اهلي في فلسطين ان شاء الله مربوحه بهذا تفاؤل مشاهدينا الكرام نختموا معكم هذا المباشر اللي حاولنا من خلاله أنه نصنع أجواء البهجة والفرح أجواء إن شاء الله راح نعيشوها بعد المباراة راح يكون فرح وعرس جزائري بعد نهاية المقابلة النهائية بين الجزائر وتونس أمين مالوريزمون الوقت يعني جاز بالخف جاز فيت فيه دونك مشاهدينا الكرام نقول لكم إن شاء الله أبقوا أوفياء لنا لهذا القناة وحنكون إن شاء الله نطلعوا عليكم عبر عدة يعني برامج إن شاء الله في الابتداء من العام المقبل بحول الله دونك إن شاء الله مربوحة يا الجزائر مربوحة يا الجزائر تشرفنا يعني بحضور هؤلاء يعني الفنانين والأحبة وهؤلاء يعني الباقة المتنوعة اللي كانت حاضرة معنا تحية حارة مني وخالصة إلى كل جنود الخفاء اللي راهم معنا على رأسهم يعني رزقي محمد عم إسماعيل لكل أحبة اللي راهم معنا الأصدقاء التحية حارة وخالصة أيضا للزميل أمين الذي يعني شاركني يعني في هذا التقديم في يعني لإنجاح هذا البرنامج مربوحة الخضراء إن شاء الله مربوحة الخضراء وتتري فيفا الجيري وتحية الجزائر وتحية الجزائر وتحية الشهداء وتحية الأبطال إن شاء الله نموت عليكم سنلتقي يعني في الأوقات إن شاء الله يعني المقبلة وحيكون يعني زميل آخر عنده برنامج يعني رياضي نخلكم معه إن شاء الله سلام شكرا